الآن من أجل تحميل تطبيق مايكروسوفت تيمز الخاص بالهواتف المحمولة أو اللوحات اللمسية للتابلت، سواء بالنسبة للسادة الأساتذة أو التلاميذ، وذلك من أجل خلق مجموعات أو فضاءات للتواصل والتعلم عن بعد، نتبع الخطوات التالية: ننقر على زر التطبيقات أبليكاسيون، ثم نذهب إلى متجر التطبيقات المحمولة Play Store، ثم في خانة البحث نكتب Microsoft Space Teams، يظهر لنا رابط التحميل الخاص بمايكروسوفت تيمز، ننقر على رابط التحميل، ثم ننقر على زر انستالي يعني تثبيت على الحاسوب، فتبدأ عملية التثبيت، عملية التحميل، ثم سيرورة عملية التحميل. بعد انتهاء عملية التحميل يتم تفعيل زر فتح اوفري، يمكن فتح التطبيق مباشرة من هذا الزر، أو يمكن العودة إلى فضاء التطبيقات على الهاتف فيظهر لنا زر تطبيق مايكروسوفت تيمز، ننقر عليه فتبدأ عملية الاتصال بهذا التطبيق. إذا هنا لكي نلج لهذا التطبيق، بالنسبة للأساتذة سيستعملون اسم المستخدم والرقم السري الخاص بمنظومة مسار، وبالنسبة للتلاميذ سيستعملون لوكود مسار، رقم مسار أروباس تعليم بوان ام آ، والرقم السري الخاص بهم الذي يلجون به إلى خدمة متمدرس. الآن بالنسبة للولوج إلى تطبيق مايكروسوفت تيمز الخاص بإنشاء فضاءات ومجموعات التواصل والتعلم عن بعد عن طريق أو بواسطة الهاتف المحمول أو اللوحات اللمسية لتابلت، ننقر على زر تطبيقات. على سطح مكتب الهاتف أو اللوح اللمسي تظهر لنا أيقونة مايكروسوفت تيمز، ننقر على مايكروسوفت تيمز تظهر لنا زر الاتصال أو الربط. هنا بالنسبة للسادة الأساتذة لكي يلجوا إلى هذا التطبيق سيستعملون رمز المستخدم والرقم السري الخاص بمنظومة مسار، بالنسبة للتلاميذ سيستعملون كود مسار أروباس تعليم بوان ام آ، والرمز السري الذي تمنحه لهم إدارة المؤسسة والذي استعملوه في خدمة متمدرس. ننقر على زر كونيكسيون، هنا نكتب اسم المستخدم أو الأدريس تعليم بوا ام آ مثلا، ثم بعد كتابة اسم المستخدم ننقر على كونيكسيون. ثم ندخل الرمز السري. ثم ننقر على زر سوكونيكتي أي اتصال. نتبع الخطوات. هنا تظهر لنا جميع الإمكانيات التي يمنحها فضاء تيمز. إذن هنا يمكن خلق المجموعات
les équipes, les activités, les conversations, يعني التواصل المباشر، المجموعات اليومية، يعني مثلا إعطاء فروض لإنجازها في أوقات مستقبلية في المستقبل، خدمة ليزابيل أو المهاتفة إلى غير ذلك. إذا الآن نحن في فضاء تيمز. الآن بالنسبة لولوج التلاميذ إلى فضاء مايكروسوفت تيمز من أجل تتبع الدروس عن بعد أو الولوج إلى المجموعات التي تم خلقها من طرف السادة الأساتذة من أجل تتبع جميع العمليات التي ينجزها السيد الأستاذ عن طريق الهاتف المحمول أو اللوح اللمسي، ننقر على أبليكاسيون. بعد تثبيت تيمز نجد الأيقونة على سطح مكتب الهاتف أو اللوح اللمسي، ننقر على تيمز ثم زر كونيكسيون. هنا قلنا بالنسبة للتلاميذ سيستعملون رمز مسار أروباس تعليم بايم آ والرمز السري الخاص بهم الذي به يلجون إلى خدمة المتمدرس. إذا ننقر على كونيكسيون، نكتب كود مسار ثم ننقر على كونيكسيون. يطلب منا الآن تطبيق الرمز السري. نضع الرمز السري ثم ننقر على زر سو كونيكتي. الآن تم الولوج إلى فضاء مايكروسوفت تيمز. إذا ننقر على التعليمات سويفون سويفون أوكي. هنا تظهر لنا جميع لي كونفرساسيون، يعني المحادثات، لي زاكتيفيتي، لي كونفرساسيون، لي زيكيب، لي كالوندري، لي زابيل. هنا ننقر على الخانة، تظهر لنا معطيات التلميذ الذي تم اتصاله بهذا التطبيق. بعد الانتهاء للخروج من هذا التطبيق ننقر على بارامتر ثم سو ديكونيكتي للخروج من التطبيق.